طيب بالنسبه لوليد سليمان، وليد سليمان من اللعيبه اللي خلال 9 سنين عمل انجازات وحقق بطولات ما حققهاش لعيب او ربع انجازات لعيب في فرقه تانية ممكن بتحاول تنال من وليد سليمان. يعني انا هتكلم مثلا عن دوري 2019-2020، وليد سليمان لعب 19 مباراه. بالمقارنه مثلا لو طارق حامد لاعب نادي الزمالك اللي دايما بيتقال عليه كلام كتير جدا وفي مواقف كثيره جدا بنشوفها في الملعب، وكانت في مباراه القمه الاخيره ضرب عمرو السولية على راسه وهو بيسدد الكوره، اللعب على انكل حمدي فتحي وكانت واضحه وصريحه، لكن محدش بيركز على الحاجات دي. حتى وليد لما زار محمد عبد الشافي عشان يطمئن علينا انه احد زملائه السابقين، مش في صفه اعتذار، بيطمن على عبد الشافي، لكن الناس ما خدتش الكلام ده وبصت على بيان ما كانش ليه اي معنى وبيان ملوش اي قيمه. لكن في النهايه بصوا المقارنه اللي قدامكم بين وليد سليمان وطارق حامد. وليد سليمان لعب 19 مباراه خد انذار واحد، طارق حامد لعب 13 مباراه خد 3 انذارات. وليد سليمان ما اطردش، طارق حامد اطرد السنه دي مرتين. الاخطاء على وليد سليمان 22، الاخطاء على طارق حامد 32. ده انت بتتكلم في احصائيه بس السنه دي 2019-2020 في الدوري العام بس. حبيت بس ارصد لكم الاحصائيه بالشكل ده عشان اوصف لكم الواقع بالارقام، لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل. لكن في النهايه الاحصائيه دي تقول لكم الناس دي عايزه توصل لمرحله وليد سليمان يبقى في اطار ايه او يتحط بين قوسين يبقى ايه. لكن وليد سليمان احد لاعبي واحد اساطير النادي الاهلي اللي حققه في 9 سنين ما حققوش لعيب او ربع اللي حققه لعيب تاني في فرقه تانيه في وصيف او مركز تاني او تالت خلال 9 سنين او حتى منذ حوالي 112 سنه.